كلمة لوك، كلمة لوك كلنا عارفينها معناها انظر، ولكن إذا جه بعدها preposition كلنا بنتلخبط في المعنى بتاعها، زي مثلا look at، look after، look down، look ahead، look back. كل الكلمات دي هنعرف معناها في الحلقة دي، خليكم معانا. هنبتدي بالصعب، زي مثلا look ahead. كلمة look ahead معناها ينظر إلى الأمام أو يبص لقدام، أو بمعنى صح يبص للمستقبل، ما تبصش تحت رجليك. يبقى كلمة look ahead معناها فكر في اللي جاي، فكر في المستقبل. تعال ناخد مثال كده بسيط، look ahead for more solution to the problem. معنى ايه الجملة دي؟ معناها فكر في أكتر من حل للمشكلة دي. يبقى look ahead معناها فكر لقدام، فكر في حل، فكر بدون ما تبص تحت رجليك. يبقى كلمة look ahead، look ahead. look back، look back ليها ارتباط بlook ahead. إذا كنا قلنا look ahead معناها بص لقدام، يبقى look back معناها اللي انت ما تبصش لأي حاجة ايه وراك، أو ما تبصش للماضي. هناخد مثال بسيط، don't look back، just look ahead. معناها ايه؟ ما تبصش وراك، خليك في اللي جاي او خليك في المستقبل. مثال كمان، sometimes we need to look back to learn from our mistakes. Sometimes we need to look back to learn from our mistakes. معناها ايه؟ معناها احيانا لازم نبص للماضي او نفتكر الماضي علشان نتعلم من الأخطاء بتاعتنا. يبقى كلمة look back وقلنا look ahead، متنساش. look down، look down معناها يحتقر، ودايما لما بنقول الكلمة دي بنقول قبلها don't. ليه؟ لكلمة الاحتقار ما ينفعش اللي أنا أقول لحد احتقر ده، ولكن أقول له don't look down on poor people، اوعى تحتقر الناس الفقيرة. don't look down on poor people. ولو لاحظت معايا ان look down لازم يجي وراها on، don't look down on، don't look down on، لا تحتقر وتقول الشخص او الاسم بتاع الشخص، او لو كانت اسم جمع زي don't look down on poor people معناها لا تحتقر الناس الفقراء. مثال كمان عشان برضو نوضح، don't look down on yourself، اوعى تحتقر نفسك، اوعى تقلل من قيمة نفسك. don't look down on yourself. كده اخدنا التلاتة اللي هم الصعبين او معظمنا ممكن يكون مش عارفهم، look ahead، look back، look down. ولكن في حاجات تانية مع look كلنا تقريبا ممكن نكون عارفينها، ولكن واجب برضو اللي احنا نقولها. look at، look at معناها ينظر إلى، look at دي طبعا كلنا عارفينها. طيب look after، look after معناها يعتني بي، you should look after your parents، لازم تعتني بوالدك ووالدتك. look after. كلمة look up معروفة جدا ان هي معناها يبحث عن معنى كلمة في القاموس، ولكن النهاردة هناخدها بطريقة مختلفة، هنزود بعد up to كده المعنى كله اختلف. look up to معناها معجب جدا بالشخص ده. لو جيت قلت لك مثلا ان سالي looks up to her dad، معناها ان سالي معجبة جدا بوالدها. يبقى سالي looks up to her dad، معجبة جدا بوالدها. تعال ناخد مثال كمان، they look up to him as their leader، they look up to him as their leader. ده معناه ايه؟ معناه ان هم معجبين جدا بي كقائد ليهم، كرمز ليهم، كمدير ليهم. يبقى دي look up to، دي معناها معجبين بالشخص ده. طبعا look for معناها يبحث عن، I look for my keys مثلا، انا ببحث عن المفاتيح بتاعتي، ودي طبعا تعتبر اسهل واحدة. تعالوا كده نعيد اللي احنا قلناه في الحلقة باختصار،
look ahead معناها ينظر للأمام ويبص لقدام في مشاكل مثلا بيحلها أو هو هيحلها، يبقى لازم نعمل عملية look ahead، نبص لحلول مستقبلية، ده look ahead. تاني واحدة قلناها look back معناها اللي انت ما تبصش ايه وراك، سواء لأفكار في الماضي أو أي أشياء حزينة في الماضي، تبقى دي look back. تالت واحدة قلناها وهي lock down معناها ما تحتقرش حد، وقلنا بيجي بعدها on، don't lock down on، وتشوف الشخص أو الاسم الجمع اللي انت هتختاره don't lock down on poor people معناها لا تحتقر الناس الفقراء. قلنا طبعا look up معناها يبحث عن معنى كلمة في القاموس، وخدناها النهاردة بمعنى تاني look up to معناها معجب بالشخص ده، وكمان قلنا look at معناها ينظر الى، ولوك افتر معناها يعتني بي، وكمان اخر واحده خدناها اللي هي لوك فور معناها يبحث عن. يا رب كل حلقه عجبتكم، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والفولو والشير. اشوفكم على خير في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.